افتكرت بابا نجلاء، افتكرته. بابا كان تعبان قوي وبيجي على نفسه، محدش فينا كان عارف حاجة. عاش أكتر من 25 سنة بيشتغل موظف عشان في الآخر يطلع ملوش معاش. لما تعب ملقاش حد يعالجه. أقول لكم حاجة تضحك؟ إيه؟ عم جمال جه النهاردة يخطب. لمين؟ لمين؟ إيه اللي لمين؟ لنفسه. جه هنا وكان لابس الحتة اللي على الحب ومسرح شعره وعينيه بتبص لي كده نظرات غريبة، عامل فيها بقى واد ابن 30. قال لي إنه بيحبني وعايز يتجوزني. جات لك جرأة إن هو يقولها؟ لا يا كاميليا، اوعى تقولي للراجل إنك موافقة، ده ممكن يروح فيها. أنا قلت أتجوزه يوم ويموت بعد كده، يعني يبقى أنا ابني ثواب إنه دخل الدنيا قبل ما يودع. أنتي وهو وده هيتعمل له إيه؟ فرح وزفة وكوشة وكده؟ يلبس بدلة كده ويقعد جنبك في الكوشة فعلا بعد العمر ده كله؟ وأنا أقعد جنبه في الكوشة وألبس فستان أبيض منفوش. أختك راحت خالص. يا رب إن حد فيكم يحس باللي أنا حاسة. كاميليا أنا هموت من الجوع. عاملة لكم رز أبيض بالزيت بيلمع مفلفل قرديحي، حاجة آخر روقان. إيه ده مفيش لحمة؟ لا يا حبيبتي، الفترة الجاية دي أنا مش عايزة حد يفكر في موضوع اللحمة ده خالص. عيب عليكي، عيب عليكي، أنتِ فاكرانة فقرة ولا إيه؟ طب أنا بقى وغلاوتك عندي لا أعزمك على شوية كباب وكفتة، إنما إيه؟ أنتِ يا بنت أنتِ غنية وإحنا ما نعرفش. ايه شغلانه الشحاتين بتاعتك دي شكلها بتجيب فلوس ايه؟ امشي شحاتين في عينك، انا بلف على كعوب رجليا عشان اعمل قرش. طب يا اختي مينوبك ثواب في اختك وتاخديني معاكي الشارع ده. يا ريت يا كاميليا. بس ما ينفعش. ليه يا ام؟ يا حبيبتي انت حلوه زياده على اللزوم، اداري ايه ولا ايه انا؟ انت فيكي انوثه متفجره. يا اختي متفجره مين؟ خديني معاكي انزل الشارع اشوف الناس، يمكن اشوف واحد بيبص لي كده ولا كده نظره ذات مغزى، بدل ما تفجر هنا في البيت لوحدي من غير ما حد يحس بيا. مبروك علينا القرض يا رجاله. الله يبارك فيك يا باشا. تولي تعالى اقول كلم المعلم قول له ان احنا جاهزين. ها اظن كده بقى احنا ممكن نقفل الشركه ونوقف نشاطها. ليه يا ابو كرم نقفل الشركه ليه؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ احنا لحقنا نقفل. ايه يا عم؟ انا عندي حل. ايه هو؟ ايه رايكم نغير نشاط الشركه بس؟ تقصد ايه يعني؟ هقول لك اقصد ايه بس ما تزعلوش مننا يا جماعه، احنا اخوات يعني. نتغدى بس انا وانت وبعد كده مش عامل حسابك والله معلش. نتغدى انا وانت بس واحكي لك على في دماغي. والله عارف ان انت اللي هتشعشع وتجيب الكبيره يا عدوله. اقول لك حته اكله بقى. Thank you.
انا ست جمالات اصله. لا 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 اهدى اهدى اللي انا شايفاه ده. في ايه؟ في ايه؟ لا سطوح بيتي لازم يبقى زي الجامح اللي جايب البت دي عندك. ما تعرفش ان الشيطان شاطر؟ شاطر ايه؟ ده لو شافها يتشل. سيبك منها سيبك منها، هي تشوفني كده تموت تولع عشان احلى منها واصغر منها. والله اسم الله ياللي بتتنعي باليومين في الجاز عشان تجني القاشك. اهري يا مهري كمان والنبي يا ولية، عيب عليكي، ده انت من ايام الملك والجنيه جبس. سيبك سيبك منها، يلا تعالى كل. ويا ترى الشيء اللي انت جايباه ده مسكره ولا جايباه يغسلهولك؟ عجبك كده يا سي عبد الله؟ بتاكلوا على قد ايه؟ يا عم راح فين يا عم؟ راح فين يا عم؟ وسع يا ابو وسع. اسف. بتروح لهم المره الجايه تاني؟ والله العظيم هنسيبه. احمد. شوفوا منين يا ميتو، يا احلى ميتو في الدنيا. صاحبك اتباع. يلا يا عم يلا يا عم، ربنا يرزقنا. انت رايح فين؟ انت رايح تخطب؟ اخطب يا بنتي، الموضوع اكبر من كده بكتير قوي 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 قوي. امال ايه؟ ده لبس الشغل الجديد. الشغل الجديد ده؟ وده جالك امتى ده؟ الشغل ده هيعجبك قوي يا كاميليا قوي. واضح، ما هو واضح ان هو شغل مهم. ايه بقى احكي لي؟ شوف يا ستي، واحد صاحبنا كان بيشتغل بره ورجع عمل فلوس كتير قوي، وقال لي يلا بقى اما شغل احمد واصحابه معانا. لا انت بتتكلم بجد؟ والله. طب ده خبر حلو قوي. تعالى هنا عايزاك. اهدي كده ما تتعفرتيش. ها اهدي. كنت فين انت والبي كده ولابسين على سنجة 10؟ بقول لك ايه، هسيبك من احمد ده بقى وتركزي معاه شويه. ها انت هبل ولا شكلك كده ليه؟ ده راجل قلبه مولع ومليان، وانا واحد قلبي فاضي، ينفع نسيب بعض كده؟ ما يصحش. وما تنساش جيبك. ماله جيبه؟ يعني هو جيبه يعني ما شاء الله بيخر فلوس؟ ما عيب عليك اللي بتقوليه ده وعقلها في ريال. اخلصوا من الاخر، كنت بتعملوا ايه؟ هقول لك كنا بنعمل. احنا لمؤاخذه كده كنا بنحب في بعض. كنا عاملين كونتاكت، ملمسين يعني، ايه رايك؟ ايه اللغة اللي انت بتتكلم بيها دي؟ بقول لك يا فريال، انا هقول لك كلمة كده تحطيها حلقة في قلبك. اعقلي كده وفكري كويس عشان الراجل ده مش بتاعك. وانا اللي بتاعك وانا اللي باقي لي. تمام؟ وبكرة تعرف. السلام عليكم. لا بس انا قلت له انا ما بشتغلش عند حد يا حبيبي. ما هو ما يفضلش شغال هناك، بيبعت بس في فلوس وانا هنا اللي طلعنا عليا. ليه يا احمد تقول له كده؟ ليه؟ حرام عليك، دي كانت فرصه كويسه. لازم اقول له كده، وشرطت عليه ان انا اخش معاه شريك. اي نعم النسبه صغيره، بس الصغير بكره يكبر، وبعدين عشان عرق كمان ما اروحش حاضر ولا ايه؟ يا اخويا مش لما يوافق مش هيوافق. وافق وافق وبصم بالعشره كمان. انت مستقلاها بحبيبك ولا يا بنت؟ الراجل وافق طبعا. انت كان عندك حق لما قلت ان الواحد المفروض يستنى لغايه لما الفرصه الصح تجيله. يا كيمو انا طول عمري كلامي صح. عارفه. ها قولي لي بقى كنت عايزاني في ايه؟